أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنه الا التي كان قبل الموت بانيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. ايات الله البينات والتي يتلوها علينا علم التلاوة بمصر والعالم العربي والاسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. ادعوا معي ايها المستمع الكريم له بالتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته منا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم وهم فيما اشتهت
أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا بسم الله الرحمن الرحيم. يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم
هم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق
وعدا علينا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فهل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون على سواء
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق تصفون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وبلغ رسوله الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين. آيات الله البينات والتي عزف بها على أوتار القلوب فخر قراء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بمصر والعالم العربي والإسلامي. ونقلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أثير الهندسة الصوتية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة المهندس أحمد طلبة غريب. أما الخدمة الفندقية المتميزة في المتر احمد عبد الظاهر، وعلى لسان العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى لتأدية واجب العزاء. نقلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر اثير خدمة الانترنت العالمية ادارة المهندس العالمي ناصر صلاح. ايها السادة، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.